ولا بنت عمها ولا بنت خالها، ولو ما جابتش المجموعة اللي المفروض تجيبه تبقى الدنيا وقفت. هما ايه؟ ما حدش فيهم فشل مرة واحدة في حياته قبل كده. على فين؟ هروح لأمها وأبوها، هسأل أبوها جبت كام في الثانوية العامة؟ وأمها كان مجموعها ايه؟ إحنا مش مسؤولين نعوض أهالينا عن فشلهم على فكرة، ولا مسؤولين نحقق أحلامهم على حساب أحلامنا إحنا. في إيه يا دول؟ مفيش. لا بجد في إيه؟ عندك حق يعني. بابا مصمم إن أنا أعيد السنة عشان أخش كلية الهندسة. وأنت؟ مش فارق لي أخش كلية إيه؟ أنا كده كده عايز أسافر بره مصر ويبقى عندي البيزنس بتاعي. خلاص قوله. ما أنا قلت له. وبعدين؟ أنا سكت بقى، هعمل إيه؟ يعني إيه؟ هتعيد السنة؟ هتضيع سنة كاملة من عمرك وتدخل كلية أنت ما بتحبهاش عشان تعمله اللي هو عايزه؟ وفي الآخر هتطلع حاجة فاشلة عشان تعمل له حلم هو؟ طب وحلمك أنت فين؟ هو أصلاً مش مقتنع إن أنا بتكلم صح، هو شايف إن أنا بتكلم غلط، وبعدين أنا مش فاهم يعني. يعني إيه مع احترامي للي هو شايفه؟ هو يشوف اللي هو عايز يشوفه. أنت لازم تحارب عشان حلمك يا طارق. اقعد واتكلم معايا ويقنعك يا تقنعه. طول الوقت بنسمع إن هما يفضلوا ورانا عشان نحقق أحلامنا، وإن هما سند لينا. بس لما تيجي ساعة الجد تلاقيهم كانوا يساعدونا بس عشان نحقق أحلامهم اللي هما ما عرفوش يحققوها.